عيون الناس يشوفوني. التراث الموسيقي الشعبي الخليجي الأصيل ثرى بنغماته وإيقاعاته المتنوعة وألوانه البحرية والساحلية والجبلية والبدوية، حيث تمازج مع الفنون التي وفدت إليه منذ مئات السنين. فنون لفجري تعد الشق الثاني من الفنون العريقة المتوارثة للفن البحري الخليجي بعد العمل البحري الذي يشكل الشق الأول، وجميعها نشأت وتطورت مع بداية آمال الغوص والبحث عن اللؤلؤ. فن لفجري يتعدد من عدة أنواع، يعني عندنا الفنون البحرية، اليمال والخطفة والدواري، العدساني، المخموس، عندنا فنون يسمونه فنون العمل على البر أثناء رجوعهم من البحر، ما عندهم شغل، أكثر قناهم يقنونها في الدور، العدساني، المخولفي، الحدادي، الحساوي، هذه كلها فنون من ضمن فنون الفجري. لذلك كان الأوليين، يعني حق رحلة الغوص تلقين أنه خذه يختار مثلا النهام الجيد حق محملة، لأن بعض البحارة وبعض الغاصة يعني يستمتعون بصوت النهام القوي والجيد، فتلقينهم يبقون يركبون في المحمل اللي فيه هذه النهام. فن الفجري من أبرز فنون السمرة الجماعية العاكسة لعفوية وبساطة الإنسان في تعايشه مع بيئته البحرية، والتي تطورت بجهود مبدعيها الفردية والجماعية على مر الأزمنة من حيث النص الشعري واللحني، حيث غدا لسان الشعب للتعبير عن أحاسيسه ومشاعره بأشكالها الشعرية المغناة وبجمله الإيقاعية البحرية التي عرفت بأنها أطول الجمل الموسيقية وأكثرها تعقيداً على مر الأزمنة. كل الخليج هم يستخدمون هذه الفن، عدا مثلا احنا في اختلاف بسيط، يعني في اختلاف بسيط مثلا ما بين دولة ودولة، مثلا في الإيقاع في الأداء، يعني بعض الدول مثلا يمكن ما عندها الفنون المصاحبة، يعني عندها فن مثلا اليمال والخاطفة، لأن هذه يكون على ظهر السفينة، لكن ما عندهم مثلا فن الحدادي أو الحساوي أو البحري أو العدساني، هذه الفنون. هذا الاختلاف البسيط، ويمكن يكون اختلاف في الإيقاع، اختلاف بسيط ما بين دولة ودولة. القوس الأول كان كل المحامل لازم يكون فيها نهام أو نهامين أو ثلاثة. النهام هو المغني على ظهر السفينة في رحلة الغوص، هو اللي مص مثل ما يقولون ويمتص تعب وعنى وفرقة وحسرة هالبحاحير اللي رايحين الغوص تركين أهلهم بالأشهر في هذه المعاناة. ارتبطت الدقة في حفظ وتوارث الأصول الفنية لفن لفجيري بالتكوين الفكري والعاطفي للشعوب عبر جودة ممارسته وأدائه لدى عمال البحر، وبالخصائص الفنية والموضوعية للأغنية البحرية، ومن خلال الدور القيادي المحوري للنهام أو الحداء الذي ارتبط برمز الرجولة، وتميز بنقاء الوسط الاجتماعي لتحقق بذلك فنون لفجيري مكانتها واختلافاتها البسيطة في الأداء والرواية سرعة الإيقاع باختلاف مناطقها في الخليج العربي.